credo per te ci vorresti. Me ne clava cina tipo la modega. De nada che se te volessi. Se che una onda fi passa fudega. Puta me si è tutta pureta. Ma smetta che ci sono tutta pure. E vi go super simple so cure. Ma caveri mi dà tutto su cure. Ce se clè uita pour fure. Asa ma... راكم خوت مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون ديال خارج موضوع القناه. ثاني فيديو متعلق بالدراجات. اليوم غادي يمشي معايا مهدي. دوماج ضيعت الوقت. مشيت للقرعه جبت شي بياس الموطور. عرفتي شحال من تغييرات درت كون دخلت التغييرات كاملين اللي درت في الموطور. كره ما عرفتش شحال من فيديو درت الموطور. الحمد لله اول مره ناخذ الموطور واول مره ما عمرش الحمد لله شي سيكريت حط عليه يدي. من نهار خديتو كان اول موطور ليا انا اللي كنحلو انا اللي كنقاد راسي. المهم دابا غادي ندير واحد ريباراسيون هاد صغير ضرين وغنعاود لكم شي لعيبات. غادي نديرو التيست بعدا غير شوف على الصوت نعطيو الخوادر يصاوب نشوفو كيفاش جا. ها جربوه شارك معايا التجربه باش تشوفو داك التغيير كيفاش يكون دوك الحوايج اللي كانوا فيه ومني غنبدلهم كيفاش غادي يولي. نمشيو نديرو التيست غا هنايا ياك نعطيك تصاوب انت نمشي حتى للصيف ونعطيك تصاوب وقول لي كي جا صافي. خويا ضروري ديما شي موطور كيبغي العناية الاهتمام ديما راه قلت سيدي ولا مجموعة في الكومبريسور بحال دار شي هاري دافيد زون ياك. واجد سير ماشي ليا نحس فيك النعاس هاك ولا خير راه ما نعش مزيان خذ الهلمت سير شكون دير لهاد الشيء واش كدير لهاد الشيء صافي راه الموطور بصح الموطور خذا شي موطور جديد شنو فيها عندك دخل شحال اه هذاك تدخل شحال لا ماشي من تما الله سير اسبيدي هذاك شوف ارض البال لي مونو ليزر الله سير خويا الدرا راه ما كيسوقش بزاف الموطر ولكن راه ندوز في الصغر في كالات لعيباش اجي ساهل هاكا زعما كيخص شي شويه رد البال شي ديز من اليمين شي ديز من اليسار ها كنعرفش نصب مازال مزيان حس شنو بان لك ناضي كيجبد واه كيجبد كيفجع تصني الدار سير كاين هنا في كازا ماشي باش تصوم باش تعرف تكون عندك واحد الاكسبيريونس باش تعرف بنادم منين خارج منين غدوز فهمتيني ماشي باش تسوق راه غادي تسوق فهمتيني دابا الزنقه ديما ملي كتبغي الدور ديما كتعمر لي من ماشي انت داير وتلصق على اليسار فهمتيني عمر زيد زيد كسير انت الهد القرعة خسرت 160 درهم ودرت الميكا بين رجليا ومكسيري مورك مشيت حتى كنديرها ما كنلقى والو بين رجليا كتيها مازال رجعت ليها رجعت هاك بارازار كنت كتبان لي مليوحة وسط الوسط الدراري اللي عايشين تما كاع عارفين كتبان لي ميزة هنا واحد 100 درهم ولا 150 والله فلوس ديال المهم غادي ندخلو نوريكم شنو كاين هنايا غنبدل هاد اللعيبات هادو وشوفوا شنو كان اصلا شنو كتب هي الوسط غادي تشوفوا معايا شنو كان في المهم باختصار بلاصه القاليات غتشوفوا شنو واحد التخليطه كتدير اول شيء اخوتي عندنا ريباراسيون ديال لي قالي نبدل لي قالي دوب لي قالي هادو دوريجين ديال لا ماها هادو تيكونوا مسيبارين بحال هكا راه كلشي كينصح بهم مزيانين تلاقيت مع الدراري في القرعه الله يعمرها هذا كيعطيونا البياس اللي انا كاين شي 120 كيخلي داكشي
الشينوا و تيبقى يقول لك حتى هذا مزيان عقدي، ولكن نتايا ديك الحاجه اللي كيقول لك عقدي كتضرب بها ما كتضربش مده طويله وكتخرج لك على حاجه اخرى. يعني حيت كاين الانسان اللي خصك بيا شري خسر الانسان واش باغي ياخذ شي حاجه ديرجين ولا باغي غير يدير باي. كتقول انسان عطيني شي حاجه مزيانه كاينه وهذاك ما كايناش ما يقولش لك التعديره مزيانه. هذه نقطه. حاجه ثانيه هو الكود. هذا الكود هذا عييت ما نبدل فيهم، عييت ما عييت ما نشري في الفلتر ما تتلقاش كود مزيان بحال هكا. هذا بان لي انفيني مزيان، كاريشي ديالو مزيانه، هذا نركب اصلا ما ركبش الكود عندي هنا في الفلتر. حتى الجهه من غير جبد البرد جايه فاس، يعني ما غيجبش البرد كما خصو يجبد. اول شيء غادي نحل الكارطيرة، نبدا هو الاول بالخدمه الكبيره الماكينه. الكروك خديت عند الدراري، الدري حتى هو اللي واخد عنده مطاط. دابا كنعطيكم هاد النقاط باش تعرفوا الانسان شحال كيتغفل كيغفلوه. الكروك قال لي راه دوريجين ركبتها ليه، هو ما عارفش. باش كنقلب عليها انا ها الريفيرونس ديالها الدوريجين، هو هذا الريفيرونس ديالها عقلوا عليه. جيت لقيتها موكولة ماشي دوريجين. شو هادي كيمطون ديالها، واخا هنا مازال لومبرياج راه عندي عيان شي شويه، راه خصها تجي لاصقه هنايا، ولكن تنسالي ليه. هنا دابا حنا عندنا غرض، هنا غنوريكم التكنيك باش كنحلو. واش هذا باش غنحلو، غنحلو غندير انكالي، عندي ليها الكالي هنايا مع الفرفارة هنا. شوف هنا هادي هكا ما مخفش. انا حيت لومبرياج ديالي عشرة باقي سخونة، هادشي درت ليها هاد التخليطة ماشي ديالو. خصنا نورمالمون الا بغيتي تزيد الجهد هنايا خصك ضروري تزيدو حتى هنايا، عاوتاني الا زدتي في هاد في لومبرياجات خصك عاوتاني تزيد الجهد في السيلندري. ولا زدتي تاني الجهد في السيلندر ضروري في بروكا، كلشي خص يكون متناسق الا بغيتي. ماشي ماشي الا بدلتي الاستجاد في الكربوا واسمعوا كيولي عاطي السيلندر ماكسيموم، كيولي عاطي البيستون سيلندر ماكسيموم ديالو، فهمتي؟ كيولي هنايا مرتاح الصوره كتمشي كيمشي معاك الموتور، ولكن كتولي ما كتحسش براسك دغيا. السيلندر كيولي يعطي الجهد الماكس ديالو. ممكن الا بغيتي دير شي موديفيكاسيون زايده هنايا على ستوندار خصك ضروري تبدا بالبلاصه اللي غاليه اللي غادي تقدر تضيع فيها. يعني هنا بريباري من بعد السيلندر، يعني داك السايكونت هنا ضروري دير ليه 70 باش يبقى، حيت هاد لي بياس هنايا رخاص هنايا، اما السيلندر البوستون هما اغلى شي اغلى حاجه. يعني بغيتي دير موديفيكاسيون خصها تكون متناسقه ومتكامله. من بعد عاوتاني الشاك مع من بعد بينيو ديال الرويضة باش كيكون داكشي متناسق، كلشي يكون نوعية وحدة من الأحسن. المهم أنا هنايا عندي قاليات ستوندار اللي كيخرجو معاهم لا ميزون، وعندي داير معاهم هادو كاين هادو عيانين تلقى فيهم فاس مسدوده بحال هكا وفاس محلوله بحال هكا. هنا كيقدروا يخرجوا هاد الحديدات هادو مع الوقت كيخرجوا عكس الدوريجين. الدوريجين كتقدر ديرو من اي جهه. ماشي هادو راه ديجا موكولين، شتو هادو راه موكولين من هنايا، هادو كديرو من اي جهه بحال بحال مكاينش مشكل. الا لاحظتوا راه تتلقى الدوره الدخلانيه هنا كل وحده والحجم ديالها، وحده كتلقاها عامره وحده واسعه. ترى انا مازال ما عنديش اكسبيريونس بالضبط كيفاش كيتم الترتيب ديال هاد الدورات هادو، واش بشكل عشوائي ولا انه كيكون بشكل مرتب، ما عنديش اكسبيريونس. غادي نركبهم وخلاص، نحاول نحطهم باش يكونوا
هنا كيبانو مقادين هاد الفرق اللي دويت لكم عليه لقيتو فهاد الحمرين فهادو درنا عازلهم كيكونوا ثلاثة هكا ثلاثة عراض ثلاثة عامرين وثلاثة اخرين رقاقين تيكونوا واقيلا واحدة هكا واحدة هكا المهم واحدة عامرة ما واحدة المهم مدوش عليهم مداروش مني قال الصوت وما على قد عقلي راه بقينا تنتعلمو هنا خصنا نطويو هادشي هذا باش يلعبوا لي قالي على خاطرهم بقاو تشركو ميلصقوش ونطوي هاد الشادو ونركبهم لي قال نركبو لي قال ان شاء الله نقطه اخرى الدراري اللي كيحلوا الماكينه ديالهم كيديروا هاد لي ريباراسيون صابرين بحال هكا ديما ردوا البال باش داك الكومبريسور داك الجهد الكروي يكون مجموع لومبرياج يكون كامل واصل الحد ديالو مجموع حيت مؤخرا لاحظت انا حاولت نجمع هاد الكرو من هنا دخلت هاد جمعت لومبرياج ودخلت الكرو من هنا باش تخرج لي الكروه لهنايا باش يقدر لومبرياج يوصل لبلاصتو هذه هي الطريقه اللي درت ولاحظت لاحظت واحد الفرق كبير المهم اخوتي انا نحاول نبداو باول وحده بسم الله توكلنا على الله شوفوا كيف دايره مقارنه مع داك اللي كان عندي ما شاء الله كان كي دايره ندير لكم فاه شغل لكم مزيان مقارنه بهادو هادو الداخل ديالهم هادو الداخل ديالهم كروم وهادو جولد شوف كي داير الفرق هادو مع الفرق قالوا هاد النوعيه راه مزيانه نتيستيهم ونركبوهم ونشوفو شنو غيعطيو هكا هنا غادي يولي الضغط داك الاحتكاك يولي لهاد الشيء لهاد الشيء هادي حيت هادي غادي تولي دافعة بحالك وهادي غادي تجي عندها غادي يكون الاحتكاك لهاد الجهة الزرقاء وغادي نديروهم بحالك اوكي هادي غير مؤخرا كنت دهنتها بلا كريس نعاودو ندهنو عاوتاني ونجمعو الماكينة ديالنا هادي هي اللورمال اللي تتكون هنايا تكون هنا هو اللي كيدور عليها لومبرياج المهم اول شيء نديرو لا كريس خد لا كريس ما صراحة ما عاجبنيش كادي شي ديالو شوية تكون ناقصة بس احسن نطلعو لداخل هنا تحاول ما تقيش لومبرياج تحاول ما تقيش هاد البلاصه الليس الا قصيتيها تولي الكروات تزاد تولي تزاد السخونيه في الموتور هنا غتجي غتقيس الماكينه هنا تلقى سخونه هاد الكروه غتبقى تدور في الخوا تبقى تجلسو وكيولي داك الاحتكاك شويه فهمت غنديروها الوسط هنا على الوسط غنديرو الوسط باش كن مع الدفع غادي يرجع داك لاكريس كامل اوكي هنا المبرير ديالنا من خوتي باش كنبغي نركب اللومبرياج قدام هنا ما عرفتش الطريقه شي يديروها سكنسي ولا لا المهم انا كندفع كنجمع اللومبرياج انا دافع كروه باش كتبقى مدفوعه هنايا هادشي اللي كانت الوسط تحت اللومبرياج كي ما كياخذش قياس مزيان من الاحسن تبقى مدفوعه بحال هكا باش يلصق اللومبرياج في بلاصتو هي الطريقة ديالو هي اللي كنلقى فيها حتى من بعد المونتاج يعني كنلقى نتيجة عجباني هنايا شو المهم اخوتي راني ركبت القاليات دابا غنجمع الماكينة وغادي ندوزو الفلتر خوتي هدا هو الفلتر ها
نوريكم البونجا اللي فيه لداخل. راه ماشي بونجا عاديه، فيه بونجا ديال بريباراسيون عريضه ديال الكاربيراتور فوق من 12 17 22، حيت كما قلت لكم داكشي خصو يكون متناسق باش يتجبد البرد. كيتجبد بكاربيراتور، كيتجبد من الكاربيراتور هي اللي كتجبد البرد. دونك باش تجبد البرد راه خصها واحد القياس ديال خصها واحد المجرى ديالها اللي غيكون ملائم لذاك البرد اللي غادي تجبد. يعني الا كانت البونجا عريضه كبيره غليظه خصها اول حاجه هذا الكود ديالها يكون ملائم، ويكون حتى البونجا القياس ديالها اللي غادي تجبد ما تكونش عريضه بزاف. يعني دوز خصها بونجا دوريجين تكون معرضه، ماشي عريضه. هذه اللي فيه دابا راه فيها ديال السيلندر 70 وديال الكاربيراتور اللي كبر من هذه. هذه ستاندرد دوز، هذه هي ديال شينوانا اللي مركبها. خص داكشي يكون متناسق باش يكون تكون الحراره هي هذيك ويكون شي هو هذاك. هنا عندي حراره كتكون طالعه زايده شويه من حيث الكود ما كاينش، حيت هذه كتجبد ديريكس البرد، ما كاينش واحد الاتجاه اللي غادي خص واحد الكود. هذا هو اللي خاصنا، هذا هو اللي خاصنا باش كيجبد البرد من الجهه اللي خصو يتجبد. زائد البونجا غادي خصني نمشي نبدلها، غادي نجيب واحده اخرى عاديه ماشي دوريجين ولكن رقيقه باش يقدر يتجبد البرد على خاطرو. شوف نحيدو هذه بعدا، هذه هنايا هذه راه دوريجين ولكن ديال بياس ديال الدراري بريباراسيون، نحيدو ونرجعو داكشي يكون دوريجين وستوندار. هاد البونجا هذه راه عادية شينوا، هذه بونجا عادية، هذه رقيقة مقارنة بهذه اللي هنا راه ضربة أربعة المرات ولا ثلاثة في السمك ديالها. هادي باش مزيانة، هادي كتفلتري مزيان، كتجمع الصوت كتر، وما كتحتاجش النيطواياج من فترة لفترة قصيرة. هادي لا، هادي كل مرة شهر بحال هكاك، شهر ونص كاع على حسب التراجي ديالك. داك تي خدمة الطار راه شهر خصك تحلها، خسلها وتخليها تنشف وترجعها. هادي كتخلي الهواء يزيد كتر يدخل كتر. بالنسبه للكربيراتور كما قلنا ستوندار، راه هادي خص تكون ديريجي مزيانه في هاد السمك هذا راه مزيان. هادي راه ديال البريباراسيون ديال الكربيراتور 17 شوي. هادي غنحيدها تنطوي حتى نبدا، على الاقل تكون كربيراتور ديريجي مع ديال الشينوا راه خص يكون داكشي متناسق.